احكي لي كده فكره الحرب العالميه الثالثه ازاي جت، وازاي لبست بدله توت عنخ امون. بدله توت عنخ هي دي اكتر حاجه، دي يعني المشكله اللي في مش كده في اللبس بتاع توت عنخ امون ده اكتر حاجه ملمومه قدرت اعملها. طبعا اللي شافوا الفيلم قادرين يفهموا، كان عمال يغطي طول الليل. لا فكره الحرب العالميه الثالثه اصلا احنا حاولنا نكتبه بعد سمير وشهير وبير، وقعدنا حوالي 6 شهور بنحاول نكتبه، وعملنا فيه 20 صفحه بس. وكان واقف معانا جدا الفيلم، وقعدنا حتى سافرنا هشام ساعتها كان بيشتغل في شرم الشيخ، رحنا قعدنا عنده 3 اسابيع كتبنا 4. بيشتغل في شرم الشيخ؟ بيشتغل مهندس. البرنامج اللي عملناه مع حضرتك اول مره ما كنتش انا موجود، ما كانش موجود عشان كان هناك. انت بتشتغل مهندس بجد يا هشام؟ بس انا مش مهندس دلوقتي يعني، انا بس لحد 3 سنين فاتت كنت مهندس، وكنت لحد ما عملت سمير وشهير وبهير كنت مهندس لسه. مهندس يعني بحل مشاكل هندسيه وبعدين يتصوروا معايا. لا يعني مهندسين بجد ولا يعني وظائف اداريه وخلاص؟ لا 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 لا. انا اشتغلت 6 سنين مهندس في شركات كبيره جدا يعني. انا اشتغلت 8 سنين مهندس بس مش حاببها يعني. لا طول عمري يعني البورصه يعني انا متخرج من سياسه واقتصاد، بس كنت الاول معاهم في هندسه وسبتها ورحت سياسه اقتصاد، واتخرجت اشتغلت في البورصه شويه الاول وبعد كده. يعني ما يعني مش ضايعين يعني؟ لا لا لا, لا. لا الحمد لله بس ضيعنا ضيعت وخلاص. لا مش قصدي ما هو انك تنجح كويس، بس في الحياه العمليه اشتغلت في شغلانات مختلفه. وفضل التمثيل ده هوايه لحد ما بقى هو اكل العيش. بدايه الفيلم او يعني في الجزء الاول احمد فهمي بيلعب كوره كتير وبيعمل دبل كيك فظيع يعني، وبعد كده صحيح ان المشهد كوميدي جدا والسينما كلها بتقع على الارض من من ادائه في الكوره، بس لا في احتراف. ما انا انت كنت بتلعب كوره يعني. انا كنت بلعب في الاول في الاهلي والزمالك 3 سنين و3 سنين، وبعد كده رحت لهم الصيد واحنا عندنا 15 سنه كان هشام بيلعب، فتعرفنا على بعض بقى واحنا في اولى ثانوي تقريبا. وبدانا بقى نبقى اصحاب من ساعتها يعني. بره بقى موضوع السينما والحاجات دي. يعني انت محترف كوره او شبه محترف، متاسس كوره. واهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي جدا جدا. هم الاثنين زملكاوي. دي تقفل الزمالك صح؟ انا مش متابع يا جماعه. حر في انتمائه. اثنين زملكاوي واحد اهلاوي. طب ومتعصبين ولا جدا؟ متعصبين الحقيقه. بنخسر بعض يعني في ماتشات وحاجات كده. خلينا مره خناقه جامده في الشارع، نزلني من العربيه اتخانقنا خناقه جامده وفهمي راح واقف مع ناس ونتخانق مع بعض ضرب مع ناس ما اعرفهمش. ليه؟ مش عارف. ايوه ما اعرفش. اتخانقنا مع جمهور الاهلي وهو راح واقف مع جمهور الاهلي سابنا. سبت اصحابك وقفت مع احنا في الاهلي والزمالك احنا ما بنتفرجش مع بعض اصلا خالص، ممكن نخسر بعض فيها احنا الثلاثه. هم متعصبين جدا اصلا. زملكاوية غلسة؟ لا وانت اهلاوي اهلس. اهلاوي لا 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 يا جماعه هو بيتكلم على اصحابه، مش بيتكلم على اي حد تاني، بيتكلم على اصحابه.